السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وخواتم مباركة بالأصح. اليوم 20 رمضان بعد غياب سنتين. كنا متعودين كل سنة نفطر إفطار جماعي في مدينة كيل، ولكن مع كورونا 2020 و2021 تم إلقاء المهرجان هذا، واليوم عدنا من جديد بعد غياب وبنوريكم الإفطار. وما شاء الله الناس قايمين عليه ومنظمينه صح. وسنة 2019 حضر فيها محافظة مدينة كيل وألغى الخطاب يعني للمسلمين تشجيعا يعني لعاداتهم الإسلامية. خلوكم معنا. شوف المكان وروعة المكان ولمة الناس والتنظيم. كانوا الغائمين على الافطار. هنا عاملين زي شتين كعبة يعني. Es freut mich, dass wir wieder diese Dienstagsfest veranstalten können. Es war keine schöne Zeit, die letzten beiden Jahre gekommen sind, ohne Dienstagsveranstaltungen und unser Gesellschaftsstück zusammenzunehmen. Dennoch wäre es allerdings nicht mehr. نموذج مسكر مع عن قصة الرسول في الإسراء والمعراج مع الأسهم والاتجاه كيف مشى وكيف راح. سبحان الله كيف نظموا الفكرة هنا. ما أدري إذا الأسهم تبان لكم في الأرض واضحة. شكلي أنا مصور بدأت من العكس، بدأت مدس ورايح لمكة. هنا مكة على أساس. هنا نموذج لمكة. والرحلة بدأت كذا هذا اتجاه. اتجاه السهم الأخضر هذا. وبعدين وصلت لهنا سبحان الله. ومشى فيها حتى وصل القدس. أول القبلتين. وهذا عملوا نموذج مكبر لمكة. وهناك إفطار الجماعي ما شاء الله عليهم الأتراك ما قصروا في الموضوع. هم الجالية العربية بس الغائم عن الموضوع أصلا هم الأتراك، الجالية التركية. وهنا ما شاء الله عملوا مكان للصلاة عشان صلاة المغرب. المكان صغير والناس ما شاء الله مليان، بس نصلي على دفع دفع متعودين كل سنة. هذا المكان مكان غريب طبعا بالنسبة للي بالدول العربية ما يعرفوا شو هذا. عبارة عن مكان لدفن الموتى، يعني تسجل فيه من شاء الله قدر الله مت في ألمانيا، لأن هنا يحرقوا الجثث أكثر مما يدفنوها. فإذا مت يكون اسمك مسجل عندهم، يدفنوك بالطريقة الإسلامية أو يرسلوا جثمانك إلى بلدك الأم ويدفنوك هناك يعني أهلك. وطبعا التسجيل بسعر رمزي تقريبا 50 يورو في السنة. لكن كان يحفل اسمع الايه
وهنا للأطفال عاملين مكان خيمة للأطفال، ألعاب ورسومات وجه وحاجات زي كذا. Ich möchte aber die Sozialen und gemeinschaftlichen Dimensionen des Ramadans noch einmal hervorheben. Im Ramadan kommen Familien, Verwandte und Freunde zusammen zum morgendlichen Sahur, zur Koranlesung und Kamele oder zum Iftar und dem nachtlichen Tarawih-Gebet. Der Ramadan ist also auch eine Zeit der Gemeinschaft und der Solidarität. Hintergrund dieses sozialen Aspekts des Ramadans. أنا لا إله إلا الله. أذن المغرب. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا لمساكين طابور عدم مس المأكل. أن محمد رسول الله. وهذا الفطور، وهذا خالد ما شاء الله عليه ياكل.